شكري يحذر من أي عمل عسكري في رفح الفلسطينية، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، وتستعد لإقامة معسكر ثالث شمال محافظة دير البلح. حزب الله يقصف قاعدتين إسرائيليتين بمئة صاروخ خلال 24 ساعة ردا على الهجوم على منطقة بعلبك بشرق لبنان. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. ألقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان 55 في جنيف، وشدد شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وحذر من القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وتدين مصر بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، واستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني، ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة. وأكد وزير الخارجية ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، وخاصة وكالة الأونروا. كما نشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، لا سيما وكالة الأونروا التي لا بديل لها ولا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. ونعرب عن استهجاننا الشديد لمحاولة استهدافها وتعليق عملها وما لذلك من آثار سلبي على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان. سيدات والسادة، كما أكد وزير الخارجية حرص مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، وستواصل جهودها لوقف إطلاق النار والوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن والأسرى. إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، وستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي معنا من نابلس. دكتور رائد، بعد التحية، أهمية مشاركة مصر في هذه الفعاليات للمجلس، خاصة وأن القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات المصرية والعربية والدولية. تحياتي إليك وتحية للمستمعين. واضح أنه الموقف المصري الرسمي كان موقف رائع ومشرف، أولا فيما يتعلق في الإفادة الشفوية اللي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية
في مناسبة الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة، وأكدت مصر على مساندها لكافة الحقوق الفلسطينية، أكدت على موقفها من موضوع التهجير القسري، أكدت على موقفها من موضوع إدخال المساعدات. وهي اليوم وزير الخارجية المصري يؤكد هذا الموضوع مرة أخرى قدام مجلس حقوق الإنسان. هذا يعني تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي اللي ادعى سابقا أمام محكمة العدل الدولية بأنه الجانب المصري هو من يعيق المساعدات. مصر أكدت في هذه المناسبتين على مواقفها المتكررة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ما يتعلق بالمساعدات وما يتعلق في إنهاء الاحتلال وحقق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أعتقد أنه الموقف المصري كان ضروري أنه يكون واضح جدا أمام الإسرائيليين حتى يفوت الفرصة أمام الجانب الإسرائيلي وأمام روايته اللي بيحاول يسربها للإعلام تجاه الحكومة المصرية فيما يتعلق في إدخال المساعدات وما يتعلق في موضوع رفح وما إلى ذلك. أعتقد الموقف المصري كان ضروري جدا أن يخرج في الفترة الأخيرة بشكل واضح ويؤدي رسالة سياسية واضحة إلى الإسرائيليين فيما يتعلق في مواقفه وفيما يحدث في قطاع غزة. نعم دكتور رائد، ما المتوقع من مجلس حقوق الإنسان خاصة وأن هذه الاجتماعات تأتي في توقيت بالغ الأهمية مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة؟ على الغالب أن مجلس حقوق الإنسان راح يدعو إلى تشكيل لجان تحقيق فيما يتعلق في جرائم الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان للسكان في قطاع غزة، ولكن للأسف الشديد واضح من 7 أكتوبر حتى اليوم الحكومة الاحتلال لا تكترث لا للمواقف الدولية ولا لا تكترث للقضاء الدولي ولا لأي جهة دولية. محكمة العدل الدولية سبق وقررت في الشهر الماضي وطلبت من إسرائيل اتخاذ تدابير لتجنيب السكان المدنيين تعرضهم للإبادة الجماعية، وأعتقد كان السلوك الإسرائيلي خلال الشهر الماضي واضح بأنه لم يتغير تجاه المدنيين، استهدافهم ومنع إدخال المساعدات. كل المؤسسات الأممية سواء المتعلقة بالصحة والمتعلقة بالغذاء وما إلى ذلك، حتى نفس الأمين العام للأمم المتحدة كان سبق وبعث رسالة واضحة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من الميثاق، يقول فيها أن استمرار هذا العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين. ولكن للأسف الشديد الموقف الإسرائيلي متعنت جدا، الموقف الإسرائيلي لا يكترث لأي قرارات دولية حتى اللحظة، لا يعير أي اهتمام لا للقانون الدولي ولا للمنظمات الدولية ولا حتى لمواقف الدول الإقليمية والدول الأوروبية، كلها غيرت موقفها من بداية العدوان حتى اليوم وتطالب بوقف عدوانه على قطاع غزة، ولكن واضح أن الإسرائيليين لا يكترثوا لأي مواقف دولية متعلقة بالعدوان على قطاع غزة. الموضوع أعتقد يحتاج إلى تحركات سياسية مش فقط تحركات قانونية، وموضوع جمع الدول العربية عليها أن تجتمع مرة أخرى لاتخاذ تدابير أكثر عملية حتى تجبر الاحتلال على وقف عدوانه ووقف جرائمه في قطاع غزة. نعم أشكرك دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. We'll be right back.
وعلى هامش مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن اللقاء يستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية عقب لقاء رئيسي البلدين في نوفمبر الماضي، والتشاور حول الحرب في قطاع غزة ومخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الاثنين القادم ليستمر طوال شهر رمضان، مؤكدا أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال رمضان. في غضون ذلك قال مصدر مقرب من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة إن حركة حماس تلقت مسودة مقترح من المحادثات تتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما وتبادلا للمعتقلين بالمحتجزين. بعد نحو 5 أشهر من الحرب في قطاع غزة، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى اتفاق هدنة بحلول الاثنين المقبل على أن يستمر طوال شهر رمضان. بايدن أكد موافقة إسرائيل على وقف عملياتها خلال شهر رمضان، وأشار إلى أن مستشاري للأمن القومي يقولون إنهم قريبون من التوصل لاتفاق، لكن المفاوضات لم تنتهي بعد، محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة. تأتي تلك التصريحات في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مصدر كبير مقرب من محادثات باريس أن حماس تلقت مسودة مقترح من المحادثات تتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة أسرى فلسطينيين مقابل محتجزين إسرائيليين بنسبة 10 إلى 1. وبموجب وقف إطلاق النار المقترح سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنات مساعدات إلى القطاع يوميا وتوصيل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين. وتنص المسودة أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين بينهم نساء وقُصر تحت 19 عاما وكبار سن فوق 50 عاما ومرضى، بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 أسير فلسطيني دون إعادة اعتقالهم. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات غرب مدينة غزة. وفي رفح جنوب قطاع غزة استشهد 6 فلسطينيين في غارة استهدفت منزلا بالقرب من المستشفى الكويتي، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29,878 شهيدا وإصابة 70,215 آخرين منذ 7 أكتوبر. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن استمرار الغارات الإسرائيلية الجوية في رفح يزيد المخاوف من إعاقة العمليات الإنسانية في كافة أرجاء قطاع غزة. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع يزداد مأساوية في مختلف محافظات القطاع وسط نقص المواد الغذائية وشح المياه النظيفة والخدمات الطبية. في قطاع غزة المحاصر تتعالى صرخات المواطنين جوعا وألما، ولكن العالم أصابه الصمم. صرخات تدوي أرجاء الدنيا
مع استمرار حملة التجويع الممنهج والقصف الإسرائيلي المتواصل بلا هوادة. وفيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من ربع السكان استنفذوا إمداداتهم الغذائية، كاشفا عن أن 90% من الأطفال يعانون من سوء التغذية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع يزداد مأساوية في مختلف محافظات القطاع وسط نقص المواد الغذائية وشح المياه النظيفة والخدمات الطبية، إلا أن معاناة سكان الشمال تتضاعف. من جهتها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن استمرار الغارات الإسرائيلية الجوية في رفح يزيد المخاوف بإعاقة العمليات الإنسانية التي تعمل فوق طاقتها في كافة أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في شمال غزة ودير البلح وخان يونس. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إلى الحاجة إلى طرق آمنة وخالية من العوائق في غزة، فضلا عن المزيد من الشاحنات والوقود داخل غزة لضمان إمدادات غذائية ثابتة ويمكن الاعتماد عليها، حيث يخضع إدخال المساعدات إلى غزة لموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبات نقلها إلى شمال القطاع شبه مستحيل بسبب الدمار والقتال، الأمر الذي يعرض 300,000 شخص إلى مجاعة حقيقية في هذه المنطقة وفقا للأمم المتحدة. وما بين سياسة التجويع الممنهجة ومعوقات توصيل المساعدات اللازمة للمواطنين في غزة والعدوان المتواصل على كافة أرجاء القطاع، يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية كبرى، لمليونين ومئتي ألف شخص يواجهون مجاعة جماعية. تواصل مصر جهودها من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أقامت مخيما ثانيا للنازحين داخل خان يونس يضم 400 خيمة ويتسع لأكثر من 4,000 شخص. من جهته قال مسؤول الهلال الأحمر المصري للإغاثة محمد حسن إن المخيم رقم 2 في خان يونس يضم كافة الخدمات اللوجستية. وأشار مسؤول الهلال الأحمر المصري إلى أنه يتم التجهيز حاليا لإقامة المخيم رقم 3 بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدا أنه سيتم إنشاء مستشفى ميداني داخل رفح الفلسطينية خلال أسبوع بحد أقصى. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي. دكتور يوسف، بعد التحية، مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة، برأيك هذه المساهمة المصرية ماذا يمكن أن تقدمه من دعم للقطاع الصحي في قطاع غزة؟ نعم، اولا يعني باسم كل ابناء الشعب الفلسطيني وضد الطهارة الفلسطينية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الاخوة في جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا وقيادة على هذا الجهد الرائع الذي تقدمه مصر لدعم واسناد القطاع الصحي.
في قطاع غزة بشكل خاص وفي جميع مناحي الحياة بشكل عام، إذ أن مثل هذه الجهود باتت ضرورية جدا وملحة للاستمرار في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع الصحي داخل قطاع غزة، حيث أنه من المعلوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إخراج معظم مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات القطاع الخاص في قطاع غزة عن العمل، وباتت المستشفيات بأكملها غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية في قطاع غزة. لم يتبقى الآن لدينا في القطاع إلا مستشفى غزة الأوروبي وبعض المستشفيات الصغيرة التي لا زالت قادرة على تقديم الخدمات الصحية في الحد الأدنى بسبب الغياب شبه الكامل لجميع الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الصحية. ومن هنا بات من الضروري إبراز الدور الكبير لمثل هذه المستشفيات الميدانية التي أصبحت هي الحل الوحيد للاستمرار في تقديم خدمات ورعاية صحية لآلاف بل عشرات آلاف المرضى والجرحى الذين هم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الخدمات، لا سيما أننا نتحدث عن كارثة حقيقية حدثت في بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تتمثل في وجود الكثير من الأمراض المعدية والكثير من الحالات المستعصية التي نتجت عن المجاعة لا سيما في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. فهناك كثير من الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب المجاعة، وهناك كثير من الأطفال الذين يعانون من وضع صحي كارثي بسبب قلة الموارد وبسبب عدم تمكن هؤلاء الأطفال من الحصول على الحد الأدنى من الغذاء والحليب اللازم لإبقائهم على قيد الحياة. إذن هذا الدور المصري العظيم هو دور جاء في الوقت المناسب، ولازلنا بحاجة إلى المزيد من مثل هذه المستشفيات الميدانية التي هي أصبحت ضرورة ملحة. نعم دكتور يوسف، مصر انتهت من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، كيف يعكس ذلك الدور الذي تقوم به مصر لتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة؟ نعم هذا دور مهم جدا، لأنه من المعلوم بأنه قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تهجير أكثر من نصف قطاع غزة من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، وكذلك أقدمت على تهجير عدد كبير من السكان من باقي المحافظات، محافظة الوسطى ومحافظة خان يونس، من الشرق إلى الغرب. فبالتالي هناك تكدس كبير لمئات الآلاف من النازحين في مناطق جغرافية محدودة وصغيرة جدا دون مأوى، دون وجود أدنى مقومات الحياة. فبالتالي وجود مخيمات إيواء هي تعكس ضرورة أن يكون هناك ملجأ ومأوى لهؤلاء النازحين الذين فقدوا منازلهم والذين فقدوا المأوى والآن أصبحوا يعني في العراء. فمثل تلك الخيام على بساطتها هي ضرورية لإبقائهم على قيد الحياة، لا سيما أننا نتحدث عن وجود هؤلاء الناس في المنطقة الغربية على شاطئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط المعروف بالبرد الشديد والمعروف بغياب مقاومة الحياة، حيث أنه لا توجد هناك شبكات مياه، لا توجد هناك شبكات كهرباء، لا يوجد هناك شبكات صرف صحي. فبالتالي الناس يعيشون في ظروف إنسانية غاية في التعقيد. نعم. لذلك مثل هذه المخيمات هي ضرورية للاستمرار على قيد الحياة. دكتور يوسف، الأزمة الكبرى التي يعاني منها أهالينا في قطاع غزة هو انهيار المنظومة الصحية بعد نفاد الأدوية والغذاء واستنزاف الأطقم الطبية، كيف يمكن إسعاف الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في ظل هذا الوضع الصحي المتردي؟ أيضا اقتحام المستشفيات وتدمير جزء كبير من المستشفيات، يعني هناك مستشفيات تم تدميرها بشكل كامل وهناك مستشفيات تم تدمير الأنظمة الصحية بها والأجهزة الضرورية. لذلك الآن نحن يعني بحاجة ماسة إلى المستشفيات الميدانية، بحاجة ماسة أولا إلى وقف إطلاق النار، إذ أنه لا يمكن إعادة ضخ الحياة إلى المنظومة الصحية وإنقاذ حياة الناس
دون وقف اطلاق النار. اذا وقف اطلاق النار هو ضروره ملحه، ومن ثم بناء مزيد من المستشفيات الميدانيه، لان المستشفيات القائمه نعم. غير قادره وغير مؤهله على تقديم خدمات صحيه. وايضا النقطه الثالثه وهي غايه الاهميه، اخراج الجرحى واصحاب الامراض المزمنه من قطاع غزه للعلاج داخل مستشفيات جمهوريه مصر العربيه. اشكرك دكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزه الاوروبي، شكرا جزيلا على هذه المداخله. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على منطقة بعلبك بشرق لبنان أمس الاثنين. وأوضح حزب الله أنه استهدف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بدفعة صاروخية كبيرة بلغت نحو 40 صاروخا من عدة راجمات، مستهدفة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. يواصل الحوار الاقتصادي عقد جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي في إطار الحوار الوطني، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية. ويتضمن الحوار عقد جلسات بعنوان هيكل وعجز الموازنة، وكذلك بعنوان سبل التعامل مع الدين الخارجي، بالإضافة إلى جلسة بعنوان كيفية زيادة الإيرادات العامة السياسة الضريبية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. قال المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني مجدي البدوي إن الحكومة جادة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ما يعطي أهمية مضافة ويجعل نسبة المشاركة أكبر. قالت وزارة الداخلية إن آليات استخراج شهادة التحركات الخاصة بالعمالة الموسمية لموسم الحج لعام 2024 تتم من خلال الشركات المرخص لها، والتي ستتولى استخراجها من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتسليمها لصاحب الشأن دون الحاجة لتردده على مقرات إدارة الجوازات. أوصى الأطباء المشاركون في فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة بضرورة تطوير قائمة الأدوية الأساسية المحلية للأمراض النادرة بناء على المعايير والمراجع الدولية، وتطوير وصول الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى بشكل ميسر. خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة التي تصل عددها إلى 6000 مرض نادر مصاب به 300 مليون مريض حول العالم، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والمختصة، تم استعراض التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية لتلك الأمراض والتجارب الناجحة للتشخيص الدقيق والاكتشاف المبكر لتلك الأمراض. الأمراض النادرة عددها حوالي 6000 مرض، مصاب منها على مستوى العالم حوالي 300 مليون مريض. إذن هي محتاجة إلقاء الضوء عليها. إلقاء الضوء بهدف التوعية المجتمعية، توعية المرضى وأهاليهم بأعراض المرض وطريقة العلاج وإزاي نكتشف المرض. 80% فيها عمل الوراثة، لكن 20% الباقي ممكن يبقى حاجات ليها علاقة بالعدوى، ليها علاقة بالمناعة، ليها علاقة بالأورام النادرة، و 75% بتظهر في الأطفال. رحلة عمل، إحنا عايزين نعمل إيه لهذه الأمراض من حيث التوعية والاكتشافات المبكرة وتوفير العلاجات. فمن المؤتمر ده بتجتمع جميع الهيئات الصحية بتبادل خبرات قوية في هذا المجال، وبنطلع بتوصيات هو كيف نحسن الخدمة الصحية لهؤلاء المرضى. كما أوصى الأطباء خلال فعاليات المؤتمر بضرورة نقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية في كيفية التشخيص الدقيق لتلك الأمراض، وبخاصة الأمراض الوراثية وأمراض الدم. موضوع الجينوم المصري، لأن هي 80% من الأمراض النادرة هي فعلا نتيجة عن الجينوم،
الحقيقه اتقالت محاضره محترمه جدا جدا، ان شاء الله باذن الله هننزلها على قناه التليجرام الخاصه بالاكاديميه. كل السيشنز متسجله هتنزل على التليجرام وعلى الفيسبوك. نوضح الامراض النادره اللي موجوده وخصوصا اللي موجوده في مجتمعنا، ان احنا نلقي عليها الضوء وان قد ايه دي ليها تبعيات كتيره ولها علاجات، والعلاجات متوفره الحمد لله، بس محتاجين ان احنا على كافه سبل الرعايه الصحيه اللي موجوده تكون عارفه بالظبط كيف تتعامل مع هذه الحالات. اعاده تدوير للموارد يتماشى في الاخر ان المريض اللي عنده مرض مش عارفين يشخصه او تشخيصه بيتاخر نتيجه ان هو مش وارد مش شائع بشكل اكبر، لا المرضى دول ليهم حق علينا ان احنا نعرف المرض، نعرف ازاي نوفر لهم العلاجات المناسبه، ونتعامل مع بعض كأزا فريق عمل متكامل بيشتغل في الاخر لمصلحه المريض. تعد الامراض النادره احد التحديات الصعبه التي تواجه المنظومات الصحيه، فالتشخيص الدقيق والتوعيه والاكتشاف المبكر تعد احد المحاور المهمه لمواجهه تلك الامراض. محمد حلمي، النيل للأخبار. أكد رئيس الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بنجامين بروتون ثقته الكبيرة في قدرة مصر على استضافة الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ الأولمبياد، مؤكدا أنه يعبر عن قوة مصر التنظيمية الكبيرة. التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أبي قير، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الدورة 36 التي تقام في الفترة الأولى من الأول إلى 8 سبتمبر المقبل. في مؤتمر صحفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، تم الإعلان عن تفاصيل إقامة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية. دكتور بنجامين بروتون رئيس الأولمبياد أكد ثقته الكبيرة في قوة مصر التنظيمية، كما عبرت مصر عن جاهزيتها لاستقبال وفود 100 دولة. احنا بنعتمد على الرياضيين ان كمان يكون ليهم تعليم وفكر وثقافة، لكن النهاردة نوع تاني من الأولمبياد، الحقيقة الأولمبياد المعلوماتية، ودي مسابقة كبيرة جدا لشباب وفتيان وفتيات. احنا يعني من رؤيتنا ان احنا بننمي قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية الحقيقة والاجتماعية، يعني ده نوع من الترويج للسياحة السكندرية، ترويج للآثار الموجودة في محافظة اسكندرية. اسكندرية ليست مدينة سياحية شاطئية فقط، ولكن فيها سياحية تاريخية وشاطئية. وتم التأكيد على أهمية المنافسة الدولية في تأهيل الجيل الحالي لعلوم المستقبل ومنها البرمجة، مشيدين بتنافس العقول من أجل المعرفة. الأكاديمية وهي بتستضيف هذا الحدث بتجسد رؤية مصر، رؤية مصر 2030، بتؤكد ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، مصر الرقمنة، مصر المعلوماتية، الاقتصاد المبني على المعلوماتية والاقتصاد المعرفة، هو ده اللي احنا بنحاول نؤكده. المكتبة بتستضيف المؤتمر، بتعمل له دعم وبتشارك فيه بكل الإمكانيات المتاحة في المكتبة، كل أعضاء المشتركين في الحدث، وبنحاول ان احنا اثناء المؤتمر نفسه بنعمل شراكات مع بعض الدول اللي ممكن يكونوا موجودين. وتستضيف مصر النسخة 36 للأولمبياد بمقر الأكاديمية في أبي قير في الفترة من الأول إلى 8 سبتمبر المقبل. ومن خلال إقامة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية تعزز مصر دورها الريادي في أفريقيا والشرق الأوسط كواحدة من أقدم المشاركين وصاحبة الفضل في نشر البرمجة في الوطن العربي. من مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، محمود العزالي، النيل للأخبار. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة ومباشرة إلى هاني فرج، إليك هي. شكرا لك زميلتي غدا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها بهذا العنوان. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الرئيسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي مجالات التعاون المشترك.
أهلا بكم من جديد. عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاء مع رئيسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو في لوكسمبورغ، وذلك لمناقشة مستجدات التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية وبرامج التعاون المشترك. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العلاقات المشتركة في مجالات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد المائية، وذلك باعتبار أن البنك أكبر ممول للقطاع الخاص في مصر على مدار السنوات الأربع الماضية بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار. من جانبها ثمنت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبية التعاون مع مصر التي تعد أكبر دولة لعمليات البنك خارج أوروبا. قال وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت إن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في دورته الثلاثين والذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة تحت عنوان المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة، وذلك بحضور وزير البترول ووزير الزراعة وممثل العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية. عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول الأعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وخلال اللقاءات استعرض الوزير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى وإنشاء 26 مدينة جديدة واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا. انطلقت بالقاهرة فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري للسلع والعلامات التجارية والمحلية والعالمية، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجمارك. جاء ذلك تنفيذا لبروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الخاص. نتابع. في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري، نظمت إحدى المؤسسات العربية المتخصصة لحماية الملكية الفكرية على مستوى الوطن العربي ورشة عمل متخصصة لمواجهة تلك الظاهرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجمارك المصرية. الهدف الأساسي طبعا هو تطوير العلاقات وتبادل الخبرات ما بين الشركات العالمية والسلطات مما يؤدي لحماية المستهلك، لأنه بالنهاية السلطات يجب أن يكون في تبادل أفكار، زيادة في المعلومات عندها، في الخبرة اللي عندها بما يختص بالعلامات حتى تستطيع تطبق هذه الأمور على أرض الواقع من أجل الحد للمنتجات المقلدة. وإحنا لما نحد من المنتجات المقلدة المؤذية للمستهلك حتنعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، ولكن بالنهاية هو الهدف الأساسي والأول هو المستهلك. تهدف الورشة إلى إحكام الرقابة على الأسواق وتدريب العنصر البشري باستخدام الآليات الحديثة للتفتيش على السلع والعلامات التجارية المقلدة لحماية حقوق المستهلك المصري والاقتصاد الوطني. قانون الجمارك صدر 2020 بتولي مصلحة الجمارك بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها. طبعا ده في إطار توجيهات الدولة المادة 69 من الدستور إن الدولة المصرية بتحمي الملكية الفكرية برضه بشتى أنواعها. الاستراتيجية الوطنية اللي وقعها السيد رئيس الوزراء، فإحنا اتجاه الدولة المصرية كله في حماية حقوق الملكية الفكرية. تعد ورشة العمل المتخصصة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري تطبيقا عمليا لبروتوكول التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الخاص للتوعية والتعريف بحقوق الملكية الفكرية وتعزيز حمايتها وحماية حقوق المستهلك. جهود كبيرة تبذلها الدولة لدعم وتطوير الكوادر البشرية ومواكبة التغيرات في سوق العمل المحلية والدولية ومواجهة ظاهرة الغش التجاري مما يضمن حقوق المستهلكين ويعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني. من داخل أوراقة الورشة، عبد الحميد صقر، النيل الأخبار. نهاية الجولة الاقتصادية وعودة مرة أخرى إلى المسار السياسي، والزميلة غادة، إليك غادة. أشكرك هاني. أهلا بكم مجددا.
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث الذي تقيمه كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر تحت عنوان نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن بمشاركة عدة جهات دينية مصرية. انطلاقا من الواجب الديني والوطني لجامعة الأزهر، انطلقت فعاليات المؤتمر الثالث الذي تعقده كلية الدعوة الإسلامية تحت عنوان نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن ورؤية واقعية استشرافية بمشاركة عدد من الجهات الدينية في مصر. كل الآراء والهيئات والمؤسسات الأزهرية في نقطة مركزية واحدة قوية تواجه التطرف والإلحاد والفكر المخالف لمنهج الإسلام بمنهج وسطي معتدل. دي أهم رؤية للمؤتمر، إنه إحنا نجمع كل الهيئات والمؤسسات الأزهرية في نقطة واحدة. هذا المؤتمر يأتي استجابة لما يعيشه الواقع من تحديات كثيرة، لا سيما التحديات الموجهة نحو الشباب، ويهدف المؤتمر إلى تكوين شراكة متكاملة ومتناسقة بين هيئات ومؤسسات الأزهر المختلفة. يسعى المؤتمر إلى صياغة وعي فكري آمن اتجاه مختلف القضايا الدينية. هذه ليست سابقة على الجامعة الأزهر، فهو من قدم الزمن وهو بيهتم بهذا المجال، ولكن الآن في الوقت الحاضر في أنه أصبحت الجرائم والجرائم المعلوماتية انتشارها في الوطن القاطبة والعالم، فأصبح يجب أن هناك أن يكون في توحيد رؤى للدعوة حتى تواكب هذا الخضم من الإساءة إلى الإسلام وإساءة إلى المسلمين. المؤتمر كان يعني يتحدث عن جمع الرؤى والأفكار حول كثير من القضايا اللي هم العالم الإسلامي في الوقت الراهن، ونحن نشهد تطورات في بعض الدول المختلفة من إرهاب وغيرها، فيأتي هذا المؤتمر في ظل يعني في ظل دعم جامعة الأزهر. تهدف جامعة الأزهر لصياغة رؤية واقعية استشرافية تنعكس من تكوينه الفكري وتنبثق من شراكة متكاملة تنبئ عن هويته المعتدلة وتشارك في صناعة الداعية العالمي المجدد. تسعى جامعة الأزهر من خلال المؤتمر لتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات الدينية سواء على المستوى المصري أو العربي لمواجهة التطرف والإرهاب، وكذلك توحيد الرؤى اتجاه مختلف القضايا الدينية. منذر أبو دوح، أني للأخبار. وقع المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لجامعة الدول العربية بهدف تبادل الخبرات وتسويق الأبحاث العلمية والنظر في كيفية تطبيقها على أرض الواقع. تسويق الأبحاث العلمية المصرية وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي بين مصر والدول العربية هما هدف البروتوكول الذي تم توقيعه بين المركز القومي للبحوث والاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لجامعة الدول العربية. من خلال الاتفاقية أو البروتوكول التعاون اللي هيتم مع الاتحاد العربي إن شاء الله هتكون دي برضو يعني حاجة كويسة جدا، إن احنا بننطلق بقى على الوطن العربي بنوريهم إيه الإمكانيات الموجودة في المركز القومي للبحوث، نقدر نساعد إزاي وهم يساعدونا إزاي، هيبقى في تواصل في تكامل بيننا وبينهم بين الصناع والمستثمرين سواء كان في مصر أو خارج مصر، فإحنا بنفتح أبواب المركز القومي للبحوث أمام الجميع. إحنا هدفنا خدمة اقتصاد وطني، أي حد هيستفيد بأي منتج بحثي بتكنولوجيا مصرية 100% هيبقى نجاح للطرفين. المشروعات البحثية اللي بتقام في المركز على الموضوعات اللي بنقول عليها الهوت توبيك بالنسبة للدولة زي الطاقة، المية، الغذاء، الصحة، الزراعة، الصناعات الاستراتيجية. حاليا في المركز احنا بنطلق مبادرة اسمها مبادرة بديل المستورد، او ان انا بعمق التصنيع المحلي. الاتحاد العربي اشاد بفكرة البروتوكول وانه يعزز فكرة التعاون والتكامل العربي في المجالات كافة. الفكرة باختصار شديد جدا دايما الاتحادات العربية نوعا متخصصة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو الظهير الاقتصادي للدول العربية. احنا بنتكلم بشكل اقتصاد بشكل واقع الارضي. المركز القومي للبحوث هو جهة بحثية علمية كبيرة جدا، فاحنا دورنا ان احنا نساعد في تطبيق هذه الابحاث وهذه المنتجات على مستوى الوطن العربي بشكل قوي وشكل سريع. من وجود فتح اسواق عربيه مشتركه، وده كان الهدف الاساسي لمجلس الوحده الاقتصاديه منذ انشاؤه في جامعه الدول العربيه، مشاريع مختلفه، ابتكارات، ابداع، تكنولوجي. وفور التوقيع يبدا العمل بشكل رسمي في تبادل الخبرات والتسويق للابحاث.
بروتوكولات كهذه بين المركز القومي للبحوث والاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لجامعة الدول العربية تؤكد أن التعاون العربي خصوصا في مجال البحث العلمي هو الطريق لتقدم شعوبها والحفاظ على مقدراتها أمام أي تحديات خارجية. من المركز القومي للبحوث عمر حمزة، النيل للأخبار. أهلا بكم من جديد. أكد سفير الهند لدى مصر أجبت غوبتيه أن العلاقات بين البلدين اكتسبت زخما غير مسبوق في عام 2023 بفضل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين. جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي 2024. بحضور وزير التعليم العالي والسفير الهندي لدى القاهرة وعدد من السفراء وقيادات الوزارة انطلقت فعاليات الاحتفال بيوم برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي 2024 آيتك. مصر والهند تربطهما علاقات وثيقة في مختلف المجالات، واحتفالنا اليوم ببرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي بمثابة تذكير جديد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، فهو برنامج رائد يتم تنفيذه تحت رعاية كاملة من إدارة شراكة التنمية بحكومة الهند، ويشارك معنا العديد من خريج البرنامج والذين شاركوا بالمهارات التي اكتسبوها وكيف ساهم البرنامج في تحسين أدائهم في عملهم. أنا الحقيقة سعيد جدا النهاردة بمشاركتي في الآيتك داي. الحقيقة الآيتك هي مؤسسة دولية لها فروع، هي هندية أصلا لها فروع في أكثر من 160 دولة، أكثر من 200 ألف متدرب، والألوميناي بتاعها حجمه كبير جدا على مستوى العالم جنوب جنوب. هي الآيتك الحقيقة بتوري كيفية دعم الهند كدولة صديقة لدول العالم خصوصا دول تعاون جنوب جنوبي من خلال هذه المبادرة في مجال التكنولوجي والتعاون. هذا وشارك في الاحتفالية عدد من خريجي برنامج التعاون آي تيك ممن لعبوا دورا مهما في تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين، حيث أكدوا على استفادتهم الكبيرة من البرنامج. لما سافرت إن أنا اتعلمت من الثقافة الهندية، ده غير المحتوى بتاع التدريب نفسه اللي فادني كتير في الشغل لتطوير العمل عندنا في مكتب الشكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة في ملف العمل، لأن أنا سافرت على تدريب خاص بقوانين العمل الدولية الخاصة بالمرأة. أنا اشتركت في آيتك من أكتوبر اللي فات على طول في 2023 نوفمبر. هي حقيقة كورس كان مفيد جدا لينا، تعلمنا أحدث الدور إزاي نقدر نوصل المعلومات بالـ Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي، ونوصل المعلومة سهلة للطلبة عندنا، وخصوصا إحنا منا كتير قوي بيبقى منتدب وإعارة لجامعات مصر. برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي آيتك تم تدشينه منذ 59 عاما وتطور على مدى هذه الفترة، ويعمل البرنامج كمنصة قوية لتنمية العلاقات بين دول الجنوب، وقد نجح البرنامج في بناء جسور الصداقة بين أكثر من 160 دولة في آسيا وأفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية. تتمتع مصر والهند بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة منذ أقدم العصور، إلا إنها اكتسبت زخما غير مسبوق في عام 2023، ويعد الاحتفال بذكرى تدشين برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي بمثابة تذكير جديد للعلاقات الوثيقة بين البلدين. من مقر انعقاد الاحتفال أمل صبري، النيل للأخبار. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. شكري يحذر من أي عمل عسكري في رفح الفلسطينية، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، وتستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث شمال محافظة دير البلح. حزب الله يقصف قاعدتين إسرائيليتين بمئة صاروخ خلال 24 ساعة ردا على الهجوم على منطقة بعلبك بشرق لبنان.
تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.